طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس التاريخ بعنوان الحياة الدينية. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على المصريين منذ فجر التاريخ بالعديد من السمات والصفات اللي بتميزهم عن غيرهم من الشعوب. من أهم هذه السمات أنه شعب يميل للتدين عن غيره من الشعوب. الشعب المصري شعب بيميل للتدين منذ فجر التاريخ عن غيره من الشعوب. تعالوا نبدأ النهاردة كده بما المقصود بالحياة الدينية. الحياة الدينية هي مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان يؤديها المصري القديم داخل أو خارج المعابد. مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان يؤديها المصري القديم داخل أو خارج المعابد. حياة المصري القديم الدينية تميزت بمجموعة من الخصائص. نعرض الخصائص دي في الشكل التالي قدامي. خصائص الحياة الدينية عند المصري القديم 4 خصائص مهمين جدا. تبدأ بالاعتقاد بتعدد الآلهة. 2، الاعتقاد في البعث والخلود. 3، الاعتقاد في الثواب والعقاب. 4، السمو إلى التوحيد. تعالوا نبدأ النهاردة كده ونفسر مع بعض هذه الخصائص بشيء من التفصيل. نبدأ بالاعتقاد بتعدد الآلهة. مصر قبل توحيدها على يد الملك مينا كانت مقسمة إلى عدة أقاليم، وكان لكل إقليم إله خاص به، بتقدم له القرابين، تصنع له التماثيل، تقام له المعابد، ويلتف المصريين حول هذا الإله في الأعياد. فلما كان يعظم شأن أي مدينة أو إقليم أو دولة كانت تنتشر عبادة إلهه في أنحاء مصر. على سبيل المثال، الإله رع، عبادة الإله رع في منف كانت في وقت الدولة القديمة، يعني أثناء حكم الدولة القديمة كان الإله هو رع. أيضا من ضمن الآلهة اللي اشتهرت عبادتها في مصر قديما كان إله اسمه أوزيريس. انتشرت عبادة الإله أوزيريس في عصر الدولة الوسطى. أيضا من الآلهة اللي اشتهرت كان الإله آمون، وعبادة الإله آمون انتشرت في عصر الدولة الحديثة. ده بالنسبة لتعدد الآلهة. أما بالنسبة للاعتقاد في البعث والخلود، المصري القديم كان يعتقد في أن هناك حياة أخرى ينعم بها المتوفي، وأنه سيعاد بعثه ثانية بعد موته، اللي هي بنسميها العودة للحياة بعد الموت، علشان يحيا بعد ذلك حياة خلود. حياة خلود ما فيهاش موت. ده دفع المصري القديم لإيه؟ دفع المصري القديم للاعتقاد في تحنيط جثث موتاهم. بدأوا يحنطوا جثث موتاهم، وضعوها في قبور حصينة زي ما احنا شايفين في الصورة اللي هي الأهرامات، شيدوها في قلب الصحراء حيث يسود الجفاف عشان يحافظ على جثث الموتى أطول فترة ممكنة. أيضا من ضمن خصائص الحياة الدينية عند المصري القديم وهو اعتقاده في الثواب والعقاب. المصري القديم اعتقد بأن الروح تتعرض للحساب، فيقف الميت أمام محكمة تتكون من 42 قاضيا.
ال42 قاضي بيمثلوا أقاليم مصر، وكأن قاضي من كل إقليم في مصر. يرأسهم إله الموتى، وهو الإله أوزيريس اللي زاعت شهرته في عصر الدولة الوسطى. بيبدأ الميت في سرد أعماله الحسنة ويتبرأ من أعماله السيئة، وتقوم المحكمة بالتحقق من ذلك. طيب إزاي بيتحققوا؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. لو جينا بصينا للصورة اللي قدامي نعرف إزاي كانوا بيتحققوا. هي فكرة بسيطة خالص، ميزان اسمه ميزان العدالة، بيوضع في كفة من كفات الميزان ده قلب الميت، وفي الكفة الثانية توضع ريشة، وريشة ده مثال لإلهة الحق والصدق عند المصريين، اسمها الإلهة ماعد. الإلهة ماعد هي إلهة الحق والصدق عند المصريين. يبقى يوضع في كفة من كفات ميزان العدالة، يوضع في كفة قلب الميت، وفي الكفة الأخرى توضع ريشة اللي بتمثل الإلهة ماعد إلهة الحق والصدق. الفكرة في إيه؟ لو خفت موازينه ده دليل على إنه بريء. يعني لو كان القلب أخف من الريشة يبقى الميت ده بريء ويبقى مصيره الجنة. وإن رجحت موازينه، يعني كان القلب أتقل من الريشة، ده دل على إنه شرير وكان مصيره عذاب الجحيم. طبعا هي الفكرة إن يصل المصري القديم لهذا الاعتقاد في هذه الفترة، دي ميزة بتميزه عن غيره من الشعوب اللي ما كانتش بتؤمن بحاجة اسمها الثواب والعقاب، ولا تؤمن بحاجة اسمها الحياة بعد الموت. الاعتقاد في الثواب والعقاب دفع المصري القديم إلى إنه يلتزم بفعل العادات الصحيحة ويبتعد عن فعل العادات السيئة. هقولها مرة تانية، الاعتقاد في الثواب والعقاب خلت حياة المصري القديم، جعلت حياة المصري القديم كلها يلتزم بالعادات الجيدة، العادات الحسنة، ويبتعد عن العادات السيئة. يبقى اعتقاده في الثواب والعقاب أثر على حياته. أثر إزاي؟ إن المصري القديم كان طوال حياته يبتعد عن العادات السيئة ويقوم بفعل العادات الحسنة. أيضا من ضمن الخصائص وهو السمو إلى التوحيد، ده ميز المصري القديم عن غيره من الشعوب. في البداية الملوك الفراعنة منذ فجر التاريخ كانوا بيرحبوا بتعدد الآلهة اللي اتكلمنا عنه في الخاصية الأولى، وده لأن الآلهة أو الفراعنة الملوك الفراعنة كانوا بيفضلوا إن السلطة الدينية لا تترك في يد كهنة إله واحد. الكهنة دول لو السلطة الدينية كانت في يد كهنة إله واحد ممكن ينافس الملوك الفراعنة في الثراء والسلطان. لذلك كان الآلهة أو كان الملوك الفراعنة بيرحبوا بتعدد الآلهة، فكان لكل قبيلة أو إقليم إله يعبده، لحد ما ظهرت فكرة على يد الملك أمنحتب الرابع اسمها فكرة التوحيد بعبادة إله واحد. لذلك بنلاقي أمنحتب الرابع يدعو إلى عبادة إله واحد سماه آتون، وغير اسمه هو نفسه الملك أمنحتب الرابع، غير اسمه فأصبح اسمه إخناتون، وبنى عاصمة جديدة لهذه الديانة تسمى آخيتاتون. ولكن زي ما شفنا في عصر المجد الحربي أن هذه الديانة لم تستمر طويلا. لم تستمر طويلا ليه؟ لأنها ارتبطت بوجود الملك أمنحتب الرابع. بمجرد وفاة أمنحتب الرابع تنتهي معها عبادة الإله آتون، وتعود مصر مرة تانية لفكرة تعدد
الآلهة. بكده بيكون درسنا النهاردة انتهى، أتمنى نكون حققنا الاستفادة من هذا الدرس. كان معكم أستاذ محمد أبو السعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.